السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم يوسف الشبراوي، والنهارده فيديو جديد ان شاء الله. فيديو النهارده فيديو مميز، العروض اللي فيه عروض مميزه، وكل شاشه هتتعرض النهارده بوزن وبثمن. يعني كل شاشه النهارده هتتعرض، يا اما شاشه نادره مش موجوده في السوق بسعر ممتاز، يا اما شاشه معمول عليها عرض. فنركز قوي في الفيديو، ونركز قوي في العروض اللي هنعملها في الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو، ما تنساش تصلي على النبي، وكمان تدعي لوالدي بالرحمه. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. اول عرض معانا شاشة ايسر، الموديل بتاعها B2406WL. وناخد بالنا عشان في موديلين، في HL دي اللي منتشرة في السوق واللي في منها ابيض وكده، ودي طبعا شاشة TN وما فيهاش HDMI. اللي احنا بنعرضها النهارده شاشة مختلفة، دي WL. قرب كده على الموديل عشان الناس اللي بتحب تسرش وتشوف الشاشة، اهو B2406WL. الشاشة دي يا جماعة 24 بوصة، البانل بتاعها IPS بأبعاد 16/10، دي الأبعاد الكبيرة اللي معظم الناس بتحبها، اللي بيبقى مقاس الشاشة فيها 24 بوصة وواحد من عشرة. الشاشة هنا sRGB 99% وبانل IPS. تعالى بص كده على المداخل بتاعتها، فيها HD، فيها ديسبلاي بورد، وفيها DVI، وفيها سماعات داخلية وأوديو أوت لتوصيل سماعة خارجية. فضل الشاشات كلها جاية بحالات ممتازة جدا معانا. طبعا النهاردة الشاشة فيها HD وسماعات داخلية وIPS وأبعاد 16/10، بنسمع 1800 1900 فيها. خليك ونركز معايا عشان هتسمع النهارده عرض محترم قوي على الشاشه دي. طبعا انا متعود الحاجه اللي في منها كميه، عشان الشاشه دي في منها كميه بفضل الله جايه لنا، بحب اصورها لك فيديو وهي شغاله واوريك الوانها على الطبيعه. الحاجه اللي في منها مثلا اعداد بسيطه او حاجات مش كتيره، مفيش منها كميه نخدم بيها الناس، فانا مش بصورها. ليه مش بصورها؟ زي ما وضحت لكم، عشان خاطر ايه؟ ما بيبقاش ليها لازمه قوي، تمام؟ انما الحاجه اللي في منها كميه بنحب نصورها، مع ان الفيديو زي ما بقول كل مره مش هو المقياس عشان يوريك جوده والوان الشاشه، لازم تيجي تشوفها على الطبيعه، لان الالوان بتبقى افضل من الكاميرا بكتير. طيب تعالوا كده نبص كده على الوان الشاشه. اول حاجه كده اجري كده بس عشان اللقطات دي احنا شفناها كذا مره، مش عايز اوريكم لقطات جديده كده نشوفها عليها. طبعا الصوت اللي احنا سامعينه ده صوتها، شاشه IPS زي ما بناكد كل مره، يعني شاشه تنفع للناس اللي شغاله في المونتاج والجرافيك والديزاين والاديت، هتديك الوان مناسبه. شاشة IPS، عشان في ناس كتيرة بتقول ايه ده، انا واخد شاشة اتخنقت من شاشة الكمبيوتر، الشاشة بتقعد تضلم من تحت، وانا قاعد على الشاشة وقاعد من تحت مش شايف حاجة. لا، انت اشتري شاشة IPS هتاخد الوان محترمة والشاشة مش هتضلم معاك. بص كده، ارجع ورا كده شوية، بص كده من اي زاوية انت شايف الشاشة كويس، ممكن بس في ظل يبان عشان الاضاءة والعدسة الكاميرا، انما هي مفيش اي حاجة بتضلم، مش زي الشاشة TN، من اي زاوية شايفها كويس. ده ميزه الشاشه IPS. طيب انا دلوقتي هقفل المايك عشان اجرب لكم صوتها. صوتها يا جماعه للامانه مش عالي، يعني لو في محيط اوضه ها شغال، غير كده هتحتاج توفر سماعه خارجيه. بس نقفل المايك كده. طيب يا جماعه انا بس هعيد اللقطه دي تاني، لان انا كنت وانا موصل المايك الصوت ما طلعش، فهنعيد اللقطه تاني. طبعا انا بتعمد اني اقفل المايك عشان تسمع الصوت على الطبيعه كانك انت قاعد قدام الشاشه وبتشوفها من غير اي مؤثرات. تعالى كده نشوف. طيب انا كده شغلت المايك تاني، يعني لا اقدر اقوله لك في محيط اوضه هيقضي معاك الغرض، انما لو في صاله هتحطها في ريسبشن الكلام ده كله لا، غالبا هتحتاج سماعه خارجيه، بس صوتها لذيذ منه. تمام، ده كده الوان الشاشه اللي شفناها على الطبيعه. الشاشه دي بصراحه انا شخصيا بحب الديزاين بتاعها، اللي هو حته ان يعمل لك فريم رمادي من قدام مع اللون الاسود من ورا، شاشه حلوه من الاخر يعني، الناس اللي هتاخدها تدعي لنا. طيب هنعمل لك عرض على الشاشه دي بكام بقى؟ هبيعها لك باقل من سعر الشاشه اللي ما فيهاش اتش دي، 1500 جنيه. شاشة زي ما هي ما انا ماسكها في ايدي كده ب 1500 جنيه. طب يا يوسف انا عايز عرض الكومبو، هعمل لك بعروض بس مع عروض الكومبو. 1500 جنيه الشاشة بس. طب ادفع 100 جنيه كمان وخد معاها حامل حائط مستورد وكابل باور اوريجينال. وخد بالك عشان هديك حامل حائط مستورد اللي هو سعره اصلا لوحده معدي ال 100 جنيه، مش المصري، عشان اللي بيعمل عروض ويديك حامل حائط بيديك مصري، لا ده المستورد، ده اللي بيجي معاه ميزان الميه وكل المسامير وخامه تقفيله انضف بكتير من المصري وتصنيعه انضف من المصري. كابل باور اوريجينال الماني ثنائي، الاثنين اصلا ثمنهم معدي ال 150 جنيه ب 100 جنيه مع الشاشه. طب انا عايز ريسيفر، يبقى تاخد الريسيفر الترومان معاهم اللي هو عليه ضمان سنه اللي احنا عرضناه وعاملين عليه عرض 350 جنيه، همدهولك في عرض فيديو النهارده مع الشاشات دي. يبقى كده ده 350 و 1600 يعني 1950، هسلمك شاشه متكامله 1950 شاشه فيها اتش دي، هتاخدها توصلها على طول، ولا تحويلات ولا الكلام ده كله، تاخدها توصلها مباشر. عندك الريسيفر
خد الشاشه بالحامل وكابل البار وتوصلها على طول ب 1600، مش محتاج حامل وكابل بار، يبقى ب 1500 جنيه. ده عرض واحد لكل واحد. ده كده اول عرض معانا يا جماعه. طيب دي الاخت الصغيره، جبت لك بقى الاخت الكبيره وعرضناها قبل كده كذا مره، اللي هي بقى البي 32 6 اتش كي، وجبت لك منها الفرز الاول عشان ناس كتير قوي كانت مستنيه الفرز الاول منها. فضل الله مستلم 20 شاشه فرز اول، 32 بوصه اي بي اس. دي بقى ال 4 كي، 4 كي عمق الوان 10 بت واس ار جي بي 100% وادوب ار جي بي 79% ولا 80% دلع يعني. طبعا بنقول دايما الشاشات دي الا الكبيره بقى اللي هياخدها تلفزيون بتبقى مكلفه شويه عشان هي 4 كي طبعا ومواصفاتها عاليه. ال 24 كويسه جدا كتلفزيون وفول اتش دي سعرها مناسب للكل، انما ال 32 غاليه، في ناس هواه بيحب يشتري استيراد دايما. انما انت لو بتقارنها بالجديد لا، هي مواصفات عاليه وانت مش بتستفيد بيها قوي على التلفزيون، وقلنا الكلام ده في كذا فيديو قبل كده. مش هعيدها دي عشان قلناها كذا مره، لو رجعت في القناه وقلبت فيها هتلاقينا قلناها كذا مره على القناه. فرز اول مع حامل حائط مستورد برده ب 5000 جنيه. طب يا يوسف انا عايز الشاشه مع قاعده، قاعدة متحركة، بديك قاعدة متحركة شايلها كويس، وهتدفع 5200 جنيه للفرز الأول. الفرز الثاني بيقل 500 جنيه. الفرز الثاني بيقل 500 جنيه. يبقى أنا كده عرضت لك الشاشتين اللي موجود منهم كمية حاليًا، والعروض عليهم دي مستمرة لمدة 10 أيام من تاريخ الفيديو. العروض زي ما أنا وضحتها كده. بعد ما العروض بتخلص في الغالب أسعار الشاشات دي بترجع بسعر أعلى شوية، إحنا بنعملها في العروض بسعر أقل بالذات الـ 24. تمام كده يا جماعة؟ كده أنا عرضت لك الحاجة اللي في منها كمية. طيب العرض اللي جاي بقى او العروض اللي جايه دي عروض اتنين لكل اتنين، هما قطعتين من كل عرض. القطعتين دول هما اتنين هيبقوا سعداء الحظ، لان الشاشات اللي جايه واللي هقولها دي يا اما اسعارها مش يعني ملهاش مقياس بالسوق، يا اما شاشات نادره. ماشي، ركز معايا قوي بقى في اللي بقوله بقى، وركز معايا في كل كلمه بقولها. طيب العروض اللي جايه دي، عشان انا دايما لما بعرض حاجه في منها عرض قليل وعليها طلب جامد بندخل دايما في حوارات، انا جاي في بكره هحجز الشاشه، وتلاقي واحد تاني يكلمك انا عايز الشاشه احجزها. طيب اول واحد هيكلمني او اول اتنين هيكلموني في الشات اللي جايه دي هيكلمني وهيدفع عربون مثلا ايا كان 100 جنيه 200 جنيه وهيستلم تاني يوم. في ناس بتبقى عايز تدفع عربون بس يستلم بعد اسبوع بعد، لا هيستلم بعدها بيوم على طول. تمام، خلاص يبقى هو كده بالنسبه له الشاشه دي ديل، والشاشه دي اتحجزت معاه. اتفقنا؟ يعني انت شفت الفيديو شاشه عجبتك هتكلمني، والله ما حدش حجزها قبلك، هتحول لي عربون 100 او 200 جنيه وتيجي تستلمها تاني يوم من تاريخ الفيديو. تمام كده يا جماعه؟ طبعا لو ما تبعوش يعني خير وبركه للناس عادي، بعدها بيوم كلمني، المهم انك هتكلمني، الشاشه موجوده تدفع عربون وتيجي تستلم في نفس اليوم او بعدها بيوم. تمام كده يا جماعه؟ طيب ركز معايا بقى عشان اللي جاي ده حاجات كده ما بنشوفهاش كل يوم. اول شاشه معانا، ممكن اللي يشوفها بقى ومتابع قوي في الشاشات وبرنس في الشاشات يقول لك دي الديل الالترا شارب اليو 24 12 ام. لا دي مش اليو 24 12 ام، دي اسمها يو 24 13 اف. الشاشه دي نادره، نادره انك تلاقيها في السوق المصري. دي بقى مواصفاتها ايه؟ اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، عمق الوان 10 بت اس ار جي بي 100% ادوب ار جي بي 99%. الارقام دي ما بنشوفهاش في الشاشات 24 نهائي، بنشوفها في الشاشات 27 و32 والشاشات الغاليه قوي كمان. فالشاشه انها تكون 10 بت واس ار جي بي 100% وادوب ار جي بي 99% واضاءه 350 شمعه، فاحنا بنتكلم في ارقام عاليه قوي. تمام كده؟ طيب ده شكل الشاشه اهي، بفضل الله الشاشات كلها جايه بحالات محترمه جدا جدا جدا. الشاشه دي المنيو بتاعها فيه كميه مودات كتيره جدا ورهيبه جدا، مش هقعد اتكلم عليها كتير. طبعا الشاشه دي فيها ميزه البي اي بي مود اللي هو تقسيم الشاشه، والشاشات اللي جايه كلها فيها بي اي بي ما عدا اللي ب 1500 اللي احنا عرضناها دي ما فيهاش بي اي بي اللي هو تقسيم الشاشه. ايه المداخل اللي موجوده في الشاشه دي؟ عندك فيها دي في اي اتش دي ديسبلاي بورد ان واوت توصل منها لشاشه ثانيه، وميني ديسبلاي بورد، ويو اس بي 2.2 من هنا، لا ده يو اس بي 3 معلش، وهنا يو اس بي 3 ومدخل الكارت الميموري. حلو كده يا جماعه؟ ادي الشاشه ايه بالقعده زي ما انت هتيجي تستلمها بالظبط. بكام الشاشه دي؟ الشاشه دي عامله 2000 جنيه. الشاشه دي يا جماعه بسعر شاشه اتش دي عاديه في السوق، انت لو رحت شاشه 24 بوصه اتش دي ولا بقى اس ار جي بي 100% ودوب ار جي بي 99 10 بت هتشتري ب 1900 وب 2000. انا بقول لك ب 2000 جنيه شاشه محترمه. زي ما بنقول هم كل عرض من العروض دي هم جاي قطعتين، هم جايين بصراحه بسعر بره السوق. فانت بقى نصيب اللي يلحق واللي يحجز، واللي هيحجز لو ما جاش استلم ثاني يوم فلوسه هترجع له، وكده بالنسبه لي ما حجزش. انا بس يا جماعه بتكلم في الحاجات دي معلش عشان محدش يزعل مني، عشان في ناس بتحجز وتبقى عايزه تسيب الحاجه بالاسبوع ال 10 ايام على ما يجي يستلم، وفي الاخر ممكن يقول لك ده انا جالي ظرف وما يجيش يستلم، ويبقى في بيعه ثانيه جات لي وهو عطلها لي. اللي بعده ديل بي 24 15 كيو، هعلي لك بقى 4 كي 24 بوصه و 4 كي، مش بقول لك الحاجات دي نوادر انك تشوفها اصلا. اي بي اس واس ار جي بي 99%. تمام، ادوب ار جي بي حاجه و80% مش فاكر والله عشان ما ابقاش بهبد اي رقم. تمام،
تعال نبص كده على المداخل. HDMI ديسبلاي بورد ان واوت وميني ديسبلاي بورد و4 USB 3، 2 من هنا واحد من هنا. ده شكل الشاشه، هي جايه بالقاعده الاصليه بتاعتها. الحالات محترمه جدا جدا جدا، مش هعرف ايدهم بقى ان هم يعني جايه قطعتين ملهاش لازمه نقعد نطول في الفيديو ونقعد نقيس فيهم. تمام كده، بكام بقى الحلوه دي؟ ب 2750. ده هي بتتباع ب 4 و3 و800 وارقام غريبه، لا ب 2750 جنيه بس. يبقى كده الشاشتين اتعرضوا بعد الشاشتين الايثر. عرضنا، خلينا ماشيين في الفيديو كده، عرضنا ايثر 24 اللي موجود منها كميه هي و32، والعروض زي ما وضحناها. الايثر 24 فيها اتش دي، وناخد بالنا ان فيها اتش دي، انك هتلاقي في السوق اللي معروض ب 1500 و1600 ما فيهوش اتش دي واي بي اس وفيها سماعات. بعد كده عرضت لك الشاشتين اللي هم 10 بت ويث ار جي بي بقى 100%، وواحده 4 كي وواحده فول اتش دي. طب يا يوسف، بامانه بنرد الله، يعني مع ان دي فول اتش دي، لكن انا برشح لواحد بقى مهتم بالالوان، خدوا بالكم انا هنا الشاشات دي اللي مهتم بالالوان قوي قوي قوي، يعني ان حاجات الايثر دي اللي هي ايثر جي بي 99 و8 بت دي، ناس كتيره شغاله عليها مونتاج وجرافيك وريدت وزان وشغاله معاهم زي الفل. بس في ناس وصلت في حته نقطه الاهتمام بالالوان لدرجه ممكن الشخص العادي ما يتخيلهاش. فالحاجات اللي زي دي للمحترفين، عشان كده بنقول لمحترفين المونتاج والجرافيك. واحد محترف بقى له سنين شغال وبقى بالنسبه له كل شويه بيطلع بشغله وبيقدم في شغله. حلو كده يا جماعه؟ طيب يبقى احنا كده عرضنا الاثنين ال 24. بص بقى واسمع بقى، انا عايزك انت هتتعجب معايا في الفيديو ده، بس يعني ما تتعجبش كتير. الشاشه دي اسمها سامسونج اف 32، اقول لكم بس الموديل من ورا، اف 32 تي يو 874 في. زي ما العاده بكتب لكم الموديل جنبي. دي بقى فريملس، شاشه 32 فريملس. فريملس طبعا 32 بنسمع ارقام عاليه قوي، بس النهارده انا هسمعك العجب. دي اول حاجه، تعالى كده بص، نبص على موديلها ونشوف الصناعه. اهم حاجه في الاضاءه، قرب كده. الشاشه هنا دي صناعه مكسيكي، الكلام واضح ولا ناقص في الاضاءه؟ خلينا كده هنا عشان بس يبقى الكلام واضح. انتاج 2022، موديل حديث، المداخل بالمره. بص كده عندك فيها اتنين تايب سي، الاتنين شحن سريع، كل واحد فيهم 100 واط، وواحد فيهم كمان ثاندر بولت بين الصوره، مدخل نت، وعندك ديسبلاي بورت اتش دي ام اي، وفيها 2 يو اس بي 3 من هنا، ومدخل اوديو اوت عشان هي فيها سماعات لو عايز توصل سماعه خارجيه. فريملس 32 بوصه 4K، البانل بتاعها في اي اس ار جي بي 100%، بس مش هيهمنا بقى اس ار جي بي 10 بت كلام، بس الكلام ده ما يهمناش ان هي خلاص بقى بتاعت مونتاج وجرافيك. دي واحد بقى ياخدها تلفزيون، واحد رايق كده على الشاشه، فريملس 4K، انتاج حديث، شاشه محترم. مش هبيعها لك بارقام غريبه وعجيبه، انا هديك النهارده سعر انت مش هتسمعه بره اصلا، مع حامل حائط برضو اوريجينال او قاعده زي ما تحب. بكام بقى الشاشه الحلوه دي؟ ب 5700 جنيه. 5700 جنيه بدل من 8000 ولا 9000 جنيه اللي بنسمعها. شاشه سامسونج 32 بوصه 4K، انتاج حديث، صناعه مكسيكي، مش صيني ولا مصري. تمام كده؟ طبعا برضو موجود من ناحيتين، واللي هيلحقهم. خلاص كده يا جماعه؟ كده انا خلصت العروض بتاعتنا. العروض النهارده متركزه اكتر، عشان بس اللي فيه كميه وهنخدم منه الناس قوي، اللي هي يعني الناس كتير هتشتري منه، هي الايفر. وجاي لي على فكره شاشات كتير 24 فيها اتش دي، يعني انا مثلا جاي لي اسوس 24 بس كام، مثلا جاي لي 6 حتت، فمش عارضهم. يعني اسوس 24 برضو اي بي اس وفيها اتش دي وسماعات، دي اللي هيجي ممكن يبص عليها عايز ياخدها مكان الايثر، نفس عرض الايثر الاسوس يعني. كام حته كده جايين تشكيله، بس اللي جاي منها كميه كبيره هي الايثر ال 32 والايثر 24، عشان كده دول انا مركز عليهم قوي. اه الايثر 24 فيها 4 يو اس بي 3، 2 من هنا و2 من هنا، ومعاك واحد شحن سريع تقريبا قدرة 40 واط او 35 واط حاجه زي كده. خلاص كده، يبقى دي اهم شاشه معايا في العرض النهارده ب 1500 جنيه اي بي اس وفول اتش دي، وفيها كل المخارج وسماعات داخليه. نتمنى يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. بالنسبه للشحن، كل الشاشات متاحه عليها شحن ما عدا الفريملس السامسونج ال 32. طيب يا يوسف، انا ينفع اخد شاشه شحن من اللي هم جوه العروض؟ ينفع عادي، شحن محافظات مع عربيات عبود وعربيات المرج، والموضوع بقى مكلف شويه بصراحه في المحافظات شويه، لان النهارده المندوب بيروح الموقف ياخد له ميايه، على السواق ياخد له 100 ولا 150، بندخل في 200 و250 جنيه شحن. بس غصب عني، هي دي الطريقه اللي انا اضمنها لك واشيل لك بقى على مسؤوليتي، غير كده ما اقدرش اشيل لك على مسؤوليتي. بالنسبه للناس اللي جوه القاهره والجيزه بنشحن مع اوبر، واوبر برده مكلف شويه. يعني متوسط الشحن من 100 ل 200 جنيه، ولو انت في الجيزه بقى 6 اكتوبر حته البعيده هندخل في 300 جنيه. شحن مكلف طبعا، بس احنا بنشحن شاشات. طبعا بقول دايما اللي حابب يجي يشرفنا ويستلم المحل احنا تحت امره، ده افضل حاجه ليا، انا ما بحبش الشحن اصلا، بحب العميل يجي ويستلم ويتست براحته ويجرب براحته. تمام كده يا جماعه؟ اتمنى يا رب كل النقاط اللي قلناها كانت واضحه،
العروض النهارده كويسه، الفيديو كويس، ما تنساش برد عنا بلايك واشترك في القناه عشان يوصلك دايما كل فيديوهاتنا اول باول، ونصلي على النبي في اخر الفيديو وندعي لوالدي بالرحمه. كان معاكم يوسف الشبراوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.